حلقة جديدة من برنامج على الموضة بتجمعنا بمصمم الأزياء اللبناني بسام نعمة. كيفك بسام؟ الحمد لله. يا هلا بعلي. كيف بلش بسام نعمة بعالم الأزياء؟ بلش هي ما فينا نقول عنها صدفة بقرار ذاتي، بس بلش بطريقة مش مثل كل المصممين بلشوا، يعني انه مدرسة وتخصص ونوع من الطموح. فت بعالم كنت بجهله كليا، وإذ اكتشفت بعد مرور الوقت مع تعب وتكسير راس باكتشاف هيدي المهنة اللي هي بحر كتير واسع بتشمل كتير اشياء، اكتشفت انه كتير من المصممين من بعد ما التقيت بكبار المصممين وتعاونت انا وياهم، اكتشفت انه نفس الطريقة بيتبعوا اللي انا فكرت فيها كبرنامج، وانبسطت بهالنعمة اللي الله عطيني اياها وبلشت وبحرت بحر طويل عريض ونجحت. تركيزك على التصاميم النسائية وبعدك شوي عن التصاميم الرجالية، شو سببها؟ هلا هو الابداع بحد ذاته، لانه الابداع بيكمن بتصميمك لجسد الامرأة، يعني الجسد الرجل معروف بدلة قد ما بدك تنوع فيها قد ما بدك تشكل فيها بتضلها بدلة رجالية، إن كانت كاجوال أو كانت رسمية. بس أنا بدي أقول لك شغلة، إنه أنا اشتغلتها، يعني مش إنه صح اشتغلتها لوقت قصير، ولكن تركيزك أكتر على التصاميم. اشتغلتها لقيت فيها إنه ما في هالاستمرارية، مع إنه أنا بعيني شوي لما بدي أختار بدلاتي، يعني مش كل القصات هي القصة بالبدلة الرجالية بتختلف عن ال. بس يمكن بسام نعمة توجه أكتر للرجل الشرقي، ما فكر إنه توجه أكتر للرجل الغربي؟ لا كمان بمرق لك أنا شغلة، إنه أنا اشتغلت كتير أشياء فيها فانتزي لرجال من الخليج، يعني هاي بدي مرق لك إياها، كانوا يحبوا يجوا يسهروا بلبنان ويكونوا التام تبعهم فيمينين، اشتغلت لهم اشياء منا نسوانية، اشتغلت لهم اشياء بتلامس هيك الانوثة. هيدا سر عم بعطيك اياه مثلا بالنسبة لمهنتي، يعني انا عم قلك ليه قلت لك اياها بحر، بحر واسع صح. اشتغلت وابدعت فيها يعني واخذت مبالغ عليها. هلأ نحن والمشاهدين بسام عم نطلع على مجموعتك لربيع وصيف 2019، شو بتتضمن هالمجموعة؟ في عندك تقريبا بالست سبع قطع سوري وثلاث اربع قطع عرس، هودي مخصصين ومقدمين بالنسبة للبرنامج. الالوان؟ الالوان هلأ الالوان انا بس كمان بدي وضح، لما منشتغل بري منروح لالوان معينة ومنفرضها، لما منشتغل بريتا بورتي اذا بدك بتقول مثلا بالبريتا بورتي شو منزلين، اللي مش عم نعرضهم هلأ، عم نعرض نحن الهوت كوتور. الهوت كوتور شوي بتختلف ألوانها عن البري. البري نزلنا البلوجيتان، نزلنا اللون اللحمي يعني كولور شير، نزلنا الأسود طبيعي، نزلنا الأخضر، هاو الألوان. هلأ بالنسبة للسواري، لأنه الفساتين اللي عم تنعرض اللي بدنا نعرضها هلأ وتشوفوها مثلا، أنا بروح للسيدة كيف بتقدر تستعملها والأكثر رواج، مش عملية أنه أنا بزدت لها لون كموضة وهي بتصير ملبكة بحالة بتقلي أنا جرانتاي شوي عندي وزن زيادة ما بقدر ألبس هاللون. باخد بعين الاعتبار مثلا هلأ بتشوفوا فستان أسود وأحمر، هيدا لو قد ما كبرنا بالقياس بيضل في لغم منسميه نحنا نشتغل عليه كمقاس. بتشوف مثلا اللون البيج دوري، بتشوف كتير ألوان هلأ لما بتشوفها، هاي السبب انه انا بختار بألوان السوري انه نقدر نمشي كل المقاسات. عروس بسام نعمة بالمبدأ هلأ نحنا شكلت نتفة انه رح تشوف الابيض والفضي وتشوف الابيض الناصع، لانه العرايس شوي عم بيكونوا مشددين انه يلبسوا الابيض
أكثر ما أنه يروحوا يكونوا جريئين يروحوا على لون بفستان العرس. بتشوف بس الكات هي البرنسس. جينيفر لوبيز استلمت مؤخرا جائزة أيقونة الموضة بالعالم. أنت بلبنان كمصمم أزياء لمين بتسلم هيدي الجائزة؟ صدقني بالنسبة لل إذا بدك تروح للفنانين يعني مش أنه ل لا لا مشاهير طبعا مشاهير يعني أن الفنانين. أنا بنظري من لما تعاونت مع شمس الغنية اللبنانية بالـ96 بلاقيها أنه من بعد الأسطورة صباحي ملكة الأناقة بلبنان. بسام بعد ما شفنا المجموعة اللي انعرضت على الشاشة رح أعطيك أسماء فنية تختار لكل اسم فستان من هالمجموعة. منبلش بالفنانة هيفا وهبي. يعني أنا بشوفها لهيفا بالبيج، بيج البوادروز، بحس أنه بيلبق لها كتير. الفنانة نانسي عجرم. الفنانة نانسي عجرم حابب أنا أشوفها شي مرة باللوك السيران، السيران اللي يعطي قيمة جسمها. بختار الأحمر السيران. الفنانة أصالة. الفنانة أصالة ما بشوفها إلا بفستان الموف اللي فوقه في بوليرو. الفنانة أحلام. الملكة. الملكة لازم نلبسها شيء لون رويال هو الأحمر كمان، بس تتبين ملكة أكثر منحط لها الكاب الغير شكل. الفنانة أنغام. أنغام يعني على طول عم شوفها بفستان ضيق مش عم يعطي يعني بحب أنه أعطيها التنورة الدوبل كلوش بعطيها الذهبي. عم بتكرر نفسها قصدك؟ بحب أنه تبين هالكورساج الحلو اللي عندها بس من تحت تعطي شوي فولوم بالفستان. الفنانة نجوى كرم. الفنانة نجوى كرم لقلك يعني من لما اجت وشافت الكولكشن السريع هي اختارت الأسود والأحمر ورح تشوفوا عليها قريبا. رح نعرض بسام بعض الإطلالات لشخصيات فنية وبدك تعطي علامة من 10 لكل إطلالة. أوكي؟ أنه أنا رح أمشي معك باللعبة بس كمصمم أزياء أكيد إله نظرته. إله نظرتي بس أنا نوعا ما ببعد عن هيدا المواضيع لأنه في عندك ناس بيقولوا مثلا يمكن مش واصل لهم اسم بس عم نعمله وكل هالعمر موجود بالساحة بيقولوا مين لا يجي يعني علمنا شو لازم نلبس أو شيء بس أنا رح أمشي معك باللعبة. خلينا نبلش هيدا الأكشن. خلينا نبلش كمان بالفنانة أحلام. عم نعرض هلأ فستان إلى على الشاشة. قدي بتعطيه من 10؟ أنا برأيي يعني بينعطى 8/10 بس حتى ضلني تقلك أنا منطقي أنا بعرف قدي قيمة القطعة بتعذب لحتى تنتجها وتشتغلها وتطرزها لهيك عم بعطي 8/10 مش لأنه
مش حلوة، عم بعطي لتعب المصمم، مش عارف مين ملبسها، بس علامة عالية. ايه، لانه القطعة ممكن كانت وصلت على تاي اصغر، وصلت اكتر. يعني احلام اللي انا دايما بتمنى عليها ما زال قدراني وقدرتها وعندها ارادة انه تنزل من وزنها، يعني وبتطلع باطلالات انا بتفاجأ فيها. بتسأل انه طيب ليه بترجع بتلغم الاشياء وبترجع لهالوزن، لانه المصمم بعيني من انه تركب فستان على وزن زائد اذا كان في اطلالة مسرح واضاءة، واللون كمان قوي، الفضي مع الليلاق لون منه سهل لحتى تلفه. بيبرز اكتر، بيبرز اكيد. يمكن لو كان على الوان غامقة كان شوي الكاموفلاج تبع الصورة. خلينا نشوف هلأ بسام اطلالي للفنانة نوال الزغبي. ليك رح ارجع كرر حالي وقول انه 8 من 10 لشغلي قلت لك سبق وقلت لك ورح ارجع كرر، ما في قطعة بتطلع هيك، يعني انه بدها شغل، بدها تعب، بس انا شخصيا ما بحب هيدا ستايل. يعني هيدا انا بروح مثلا بهي القماشة لاشياء اورينتال، عباية كذا ما بحبها. النجمة الذهبية معودتنا من اول ما بلشت تغني على اطلالات باهرة. ما حسيت هيدا الفستان خليها نجمة ذهبية. انا قلت لك انا رح كون منصف للمصمم، يعني انا بنحاز للمصمم اكثر ما بنحاز للفيدات. يعني كمان 8 على 10 اكيد. هلا عم نشوف كمان اطلالة للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجام. أول ما طلت شوي نقزتني لأنه القعدة كمان بتأثر للفنان. بتاني طلة لما ردت الشيفون على الإجر بينت أجمل بكتير ككادر. ما كنت حابب أول بارت من أنا بقلك 9 على 10 وشابوبا. تفوقت على أحلام ونوال الزغبي. منشوف من إطلالة، من كل باب منشوف إطلالة للفنانة سيرين عبد النور. معود على سيرين أنا تلبس أحلى، يعني عم بحكيك إياها بسرعة. بالنسبة لهلأ اللي شفتها الصورة ناعمة حلوة، لأنه هي حلوة بتضغي على بس قطعة. قدي العلامة مش رح أكون كمان 8 على 10 لحتى ما أكون عم يعني نادين لهلأ بعدها هي المتفوقة، هي المتفوقة أكيد طبيعي. عم نشوف إطلالة للفنانة شيرين عبد الوهاب. شيرين ناعمة طيوبة كتير هيك جان، بحب إنه مش هالقد تكبر حالها بهاو القطع، يعني إنه تقدر تلبس الجان أكتر، الكوكات أكتر. يعني قدي على 10؟ رح يكونوا يعني انا رح اوقفهم هيك صف كلهم سوا بـ8 بكون انا لا عم صيب المصمم كمان 8. شيرين عبد الوهاب. خلينا نشوف اطلالة للفنانة اصالة. بالنسبة لاصالة انه ما بلاقي كثير، انا بقول لك اياها بصراحة ما بلاقي كثير بيلبق لها السيران. بحب انه تلبس الاشياء شوي الواسع على الفضفاضة مش السيرين. وبالنسبة للون كتير حلو، البايات كتير دارج هلأ وخاصة لون الأخضر. كمان بنقلها الله يوفقك. كمان بـ8. كمان 8. رح نشوف إطلالة للفنانة بلقيس. كتير الفستان كيوت، كتير لبقلة، كتير هيك طالع مرتبة فيه. مش كل شيء اسمه انه حطينا تطريز ومدري شو هيك يبين. انا بقول لك القطعة هاي بتوازي القطعة اللي لبستها نادين، يعني بتاخد 9 على 10. لكن نادين نسيب الجيم وبلقيس تفوقوا على باقي الفنانين من لو بنظر المتواضع، يعني ما حدا يفهم. ايه اكيد. وكمصمم ازياء بيمتلك خبره بوجه تحيه بدون انا
فرجيتوني الصور، ما عندي مسبق انه مين مصمم هيدا الفستان او هيدا الفستان. انا بوجه تحيه لكل زملائي اكيد، وهون الهدف نحن تقصدنا انه ما نفرجيك اسماء المصممين كرمال ما تكون، لانه اوقات بقول لك شغلي علي انه الفنانه بتجي لعندي اوقات بتكون لو قلت لها انه هاي القطعه ما بتلبق لك خلص بتعنت بدها اياها شوي بينطال المصمم انه ما بضل مصر انه انت لازم تلبسي اللي بيلبق لك. صح، لهون بنكون وصلنا بسام لختام حلقتنا من برنامج على الموضه. بتمنى تكونوا مشاهدينا استمتعتوا بالكولكشن يلي عرضنا لكم اياها ومن النصايح يلي قدم لكم اياها مصمم الازياء بسام نعمه. تابعونا بحلقات جديد وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لاور تشانل على يوتيوب ليوصلكم كل جديدنا.